شي مرة قطع معك تصاميم بيرزي لفتت لك نظرك؟ أول ما بلشت قناة اليوتيوب كنت دايما عاني من عمليات تصميم اللوجو للقناة وصور مصغرة كل فيديو بنشروه حتى ألفت انتباه المشاهدين المحتملين حتى يضغطوا على الفيديو ويحضروه، لحد ما لقيت طريقة عبقرية حتى صمم أي شي بدي إياه من دون ما يكون عندي أي خبرة تصميم. وهيدي الطريقة يلي رح أكشفكن إياها اليوم حتى تستفيدوا منها إن كان لشغلكن الخاص أو لتصير عمل جانبي لإلكن قادرين تكسبوا منه مصاري. خليكن معي بشرح الفيديو كامل حتى تتعرفوا على الطريقة يلي أنا بستعملها ويلي ممكن تكون مفتاحكن للنجاح بالتصميم، ورح شارككن أسرار وطرق لحتى تستفيدوا من هيدي الأدوات وتعملوا تصاميم مثل المحترفين. خلينا نبلش فورا بالشرح العملي، وبدي أتمنى من كل يلي بعد ما اشترك بالقناة إنه يشترك، ويلا نبلش بعد الانترو. عملية التصميم يلي بدنا نتبعها اليوم تعتمد على موقعين وفكرتها بسيطة كتير، إنما كل ما تعطوها وقت أكتر رح تحصلوا على نتيجة أفضل. أول شغلة بدنا نعملها هي إنه نتوجه على موقع gravityride.com يلي رح خلي رابطه بوصف الفيديو. تتسجلوا بالموقع بأي بريد بدكن إياه وبشكل مجاني، ومن بعدها بتوصلوا على هيدي الشاشة. بيتضمن الموقع عدد كتير كبير من أدوات الذكاء الاصطناعي يلي قادرين تستفيدوا منها، أكيد بشكل محدود بالنسخة المجانية، بس نحنا بتكفينا النسخة المجانية حتى نحصل على الوصف لأي تصميم بدنا إياه. حتى نبدأ بعمل تصميم لللوجو نضغط على يسار الشاشة على Image Prompts، ومن بعدها بنضغط على Logo Design Ideas. الهدف من هيدا الموقع أن نحصل على البرومت للتصميم من دون ما يكون عنا أي خبرة بكتابة البرومت. هلأ هون بكل بساطة بدي أكتب اسم البراند، يعني اسم البزنس يلي بدنا نصمم له لوجو. خلينا نقول مثلا اسم قناتي، وبالخانة التانية بدي أكتب عن شو بيحكي هيدا البزنس. رح أكتب مثلا أن قناة يوتيوب تحكي عن كسب الأموال أونلاين بالذكاء الاصطناعي، وهلأ بضغط على Create Content. بهيدي البساطة والسهولة ما حصلت على برومت واحد، إنما حصلت على 10 أفكار للوجو للبزنس يلي أنا حددته. بنسخ كل برومت بحفظهم عندي لأن رح عوزهم كلهم. هلأ بدي انتقل للمرحلة التانية وهي مرحلة تصميم اللوجو، وهون بيجي دور أعظم موقع لعمل تصاميم بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني تماما، ويلي هو ideogram.ai يلي كتار منكن سامع عنه. يلي بعد ما عنده حساب على ideogram يتسجل بأي بريد وفورا بصير جاهز إنه يعمل تصاميم لألو من خلال برومت بدنا نضيفه بهيدي الخانة. بروح على برومتس يلي حصلت عليه من الموقع Gravity Ride وبنسخ أول برومت وبضيفها بالخانة اللي حكينا عنها. هون بدنا ننتبه شوي للأعدادات. أول شي بدنا نخلي الماجيك برومت أون حتى يساعدنا الموقع بتحسين البرومت اللي نضيفها. تاني شي بدنا نحدد حجم التصميم، إذا كان مربع أو بالعرض أو بالطول حسب لشو نحن عم نصمم، وبحالتنا مثلا هي لوجو يعني مربع. آخر وأهم أعداد هو نوع التصميم، إذا شايفين أسفل البرومت عندنا كذا خيار من فوتو لإلستريشن و3D وغيره كتير. هيدا الإعداد بالتحديد بيلعب دور كتير كبير بشكل اللوجو يلي بدنا نحصل عليه، مع إمكانية اختيار أكتر من شكل بنفس التصميم سوا بهيدا الشكل. لما خلص الإعدادات بضغط على Generate وبنطر الموقع يعطيني النتيجة يلي رح تكون عبارة عن 4 خيارات حسب البرومت يلي أضفته. لاحظوا النتيجة الرائعة اللي أعطاني إياها موقع ideogram، وبأقل جهد وخبرة ممكنة أنا قادر بكل بساطة أختار التصميم يلي بيناسبني وحمله عندي من خلال الضغط على داونلود. ومثل ما وعدتكم أنه أعطيكم بعض الأسرار للحصول على تصاميم احترافية، رح أكشف لكم طريقة أنا اكتشفتها بموقع ideogram قادر أتحسن بعد أكتر بأي تصميم أنتم بدكن إياه. لما تحصلوا على أي تصميم تضغطوا على الصورة، وعلى يمينها رح تلاقوا شيء اسمه Magic Prompt، وهو عبارة عن برومت يلي عدل فيه موقع ideogram لنحصل على التصميم الحالي. تنسخوا البرومت وبترجعوا على الصفحة الرئيسية وبتضيفوا البرومت بالخانة وبتجربوا كل أنواع التصاميم يلي بالأسفل وشوفوا النتائج المبهرة يلي رح تحصلوا عليها. لهيك أنا قلت لكم بأول فيديو أنه يلي بيقضي وقت أكتر بالموقع رح يحصل على نتيجة أفضل. طيب هلأ بدنا ننتقل للمرحلة الأخيرة، وهي أنه كيف نستفيد من هيدي المواقع. أنا برأيي هيدي أسهل وأسرع طريقة للبدء بالعمل الحر على مختلف المنصات من فايفر وأبور وفريلانسر وخمسة. تعملوا عدد منيح من التصاميم بتحملون عندكن على البورتفوليو، وبتشيكوا الطلبات الخاصة بالتصاميم، وبتتواصلوا مع هيدي الأشخاص حتى تعرضوا خدماتكن. وطريقة تانية للاستفادة من هيدي التصاميم هي من خلال التواصل مع عملاء بمنطقكن أو بأي منطقة من العالم أنتوا بدكن تشتغلوا معهم، وتعرضوا عليهم تصاميم لوجو أو أي شيء تاني بالدنيا وتشوفيهم عينة من الشغل تبعكم.
عن جد ما بقى في أسهل من هيك طريقة لحتى تعملوا شيء جانبي لإلكن يبلش يصير مصدر دخل إضافي، ومين بيعرف يمكن يصير مصدر دخل أساسي إذا اشتغلتوها بطريقة صحيحة. بتمنى أكون عطيتكم إضافة بفكرة اليوم ويكون الفيديو دفع لإلكن حتى تبدوا بالعمل الحر. وبالختام بدي أتمنى التوفيق للجميع وأذكركم بالاشتراك بالقناة إذا كنتوا بعد ما اشتركتوا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي.